بسم الله الرحمن الرحيم. أرسل لي بعض الإخوة لا أعرفه ولا والحقيقة أطلب منهم أن لا يرسل، لكن مع هذا يرسلون. يا أخي لا ترسلوا أشياء، لا ترسلوا هذه الأشياء، لكن أحيانا نعلق عليها. لشخص وهابي يعني أبرزه الإعلام، وهو ليس عالما ولكن عند العوام يعد من كبار العلماء. لماذا؟ لأنه يتكلم بقصص وحكايات وأشياء وكذا، ويوجد وجه إعلامي فالناس يهتمون به. شخص اسمه محمد العريفي، يسمونه بالشيخ محمد العريفي، في فترة من فترات كان لجما لامعا، ولا سيما قبيل ما يسمى الربيع العربي، ولا سيما قبيل المحنة السورية، فقد رأيته يلبس الثياب العسكرية ويحض الناس على الجهاد. وغريب كل هؤلاء الذين يحضون الناس على الجهاد، يحضون الناس على الجهاد في الغرف المكيفة من مكيفات الفاخرة، والناس يتلقون الصواريخ والبراميل المتفجرة في الوقت الذي كان هؤلاء يفتون الناس بالجهاد في سبيل الله، ويلبس بدلة هكذا مزركشة مموهة عسكرية هكذا على أنه مجاهد، ويدعو الناس للجهاد، حرض المؤمنين على القتال. في الوقت ذاته كانت البراميل المتفجرة تهبط، هبط في حينا، رأيناه وكل يترغب أين يسقط هذا البرميل، يعني دمار شامل، برميل من TNT، مادة شديدة الانفجار. كان يدعو الناس للجهاد، طيب ليكن، أين جهاده؟ مثل جهاد كثير من الإخوة على فيسبوك. محمد العريفي يأتي اتصال، لاحظ حتى تعرف هزال القوم، وأن هؤلاء حينما أقول جهلاء أنا أعني ما أقول، وأن هؤلاء عوام أعني ما أقول، إنما بوق إعلامي كبير، أموال كثيرة تضخ، كلام منمق يجذب الناس وهكذا. تسأل امرأة من العوام، تقول له يعني أنا أفطرت في رمضان، فيقول لها أفطرت عامدة؟ تقول لا أنا ليست عامدة، لكن يعني هي تريد أن تقول عن تقصير، لكن لغتها لا تسعفها على هذا لأنها من العوام، فيؤكد عليها أنت أفطرت عامدة فعلا، أكلت وشربت القهوة؟ تقول هكذا، تقول لا أنا شربت قهوة أو غير قهوة اسمه إفطار. فيقول الخلاصة أنك أفطرت عامدة، وبما أنك أفطرت عامدة فقد قال أهل العلم من أفطر عامدا فلا قضاء عليه، وما عليك إلا الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. من قال أن من أفطر عامدا لا قضاء عليه؟ من قال؟ من العالمين، من الإنس والجن، حتى فقهاء الجن إذا في عندهم فقيه فاللي يعني يخبرنا أنه يعني بهذا، لأن فقهاء الإنس لا نعلم أحدا من فقهاء الإنس الأربعة قاطبة على هذا، والثمانية على هذا على حد علمي، لا أعلم إنسانا قال بأن من أفطر عامدا، من ترك الصلاة عامدا، في عندي قول شاذ يقول بكفره ترك الصلاة عامدا للحديث الموجود في هذا، وإن كان هذا القول ضعيفا والجمهور على خلافه. من أفطرت عامدة في نهاية رمضان، قالوا العلماء الحنفية والمالكية قالوا عليها كفارة وإفطار يوم، يعني عليها ماذا؟ أن تكفر هذا اليوم، تقضي هذا اليوم، ثم عليها كفارة التعدي على نهار رمضان، التعدي على نهار رمضان بالأكل أو الشرب عامدا عند الحنفية والمالكية يوجب الكفارة، يعني فك رقبة، صيام 60 يوما كفارة المتتابعة، كفارة الصوم، هكذا أفتى. قالوا ماذا مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة؟ قالوا ليس المراد من حديث الأعرابي أنه جامع، المراد ماذا؟ أنه اعتدى على حرمة الشهر. الشافعي رحمه الله
وأحمد يقولان عليها قضاء يوم مع الكفارة، مع الفدية، ليس الكفارة التي إنما فدية، فدية. قد يكون في خلاف في الفدية، لكن الآن أبين لك الخطوط العريضة. عند حنفية كفارة، والمالكية كفارة وصيام يوم، وعند الشافعي وأحمد عليها صيام يوم، مع اتفاق الجميع، ها، مع اتفاق الجميع على أنها آثمة ومرتكبة لكبيرة. هل قال أحد من الأئمة؟ قال أهل العلم بما أنك أفطرت عامدة، إيش هل يحل الاستماع لهؤلاء الناس؟ يحرم شرعا عليك أن ترجع إلى هؤلاء الناس، هؤلاء الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا محمد العريفي من هذا الصنف، والتسجيل موجود بين أيديكم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أضاعوا الفقه، أضاعوا العقيدة، أضاعوا التصوف، وهم لا يزالون يتكلمون في دين الله سبحانه وتعالى. يعني على الفكرة، يعني حتى لا أظلم الوهابية جميعا، أنا لا أعلم أحدا من الوهابية يقول بهذا، حتى كبار الوهابية، إلا اللهم إذا كان من الخوارج من يكفر مرتكب الكبيرة فهذه مسألة أخرى. أما حتى الوهابية لا يقولون بأن الصيام بأن الإفطار عامدا في نهاية رمضان لا يقضى. ولكن انظر إلى هذه الفتوى الصاعقة، وكن على حذر وثق بكلامنا الذي نقوله لك عن هؤلاء الناس بأنه لا يمكن، لا يجوز الاعتماد عليهم في دين الله سبحانه وتعالى. وهذه نتيجة محاربة المذاهب الفقهية، حيث يفتي كل واحد من هؤلاء. ورضي الله عن الإمام الكوثري حينما كتب مقالته اللامذهبية قنطرة اللادينية. لا حول ولا قوة إلا بالله.